ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحمد لله، الحمد لله ذي الملك والملكوت، يعفو ويصفح ويغفر الزلات. نحمده كما ينبغي للحمد أن يكون، ونسأله السلامة فيما نزل بنا من خطوب. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وبعد، مشاهدي الأعزاء، سعيد باللقاء معكم مجددا لنتدارس معنى آيات من كتاب ربنا جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الآيات. تأملا في هذه الآية الكريمة الرفيعة القدر الجليلة الشأن، يتبين أن الإنسان مفتقر إلى خالقه في كل لحظة وحين كيفما كان شأنه. والفقر هو الاحتياج والعجز عن القيام بالشيء. وقد وصف الله عز وجل الإنسان بالفقر لكونه عاجز ومحتاج إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فالخطاب موجه إلى جميع الناس في هذا العالم وتذكيرهم بنعم الله عليهم. قال أبو حياد: هذه الآية موعظة وتذكير، وأن جميع الناس يحتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم، لا يستغني عنه أحد طرفة عين، وهو الغني عن العالم على الإطلاق على ما يسديه عليهم من النعم، المستحق للحمد والثناء. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلو شاء الله لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين. وفي هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين. ثم قال تعالى: وما ذلك على الله بعزيز. فليس ذلك بصعب أو ممتنع عليه سبحانه وتعالى، بل هو سهل يسير عليه، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. وإنما ألم بالعالم أجمع من مرض كورونا دليل واضح على عجز هذا الإنسان وافتقاره إلى الله خالقه سبحانه وتعالى. وإنه لمن أوجب الواجبات على هذا الإنسان أن يرجع إلى مولاه ويعترف بحاجته إليه سبحانه، وأن يسلم الأمر إليه ويتوب إليه، فهو بيده تدبير أمورنا ورفع ما نزل بالبشرية جمعاء من البلاء. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم. هذا هو حال الإنسان في عصر التطور والتكنولوجيات الحديثة، عجز عن وجود علاج مؤكد لمرض لا يرى بالعين المجردة. ألا يستوجب ويستلزم من البشرية جمعاء أن تؤمن وتسلم أمرها لبارئها وخالقها رب الأرض والسماوات؟ فالحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. اللهم يا ربي سلمنا أمرنا إليك ووجهنا وجهنا إليك، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليك. هذا يا ربي حالنا لا يخفى عليك، وهذا أمرنا بين يديك. سألك أسئلة المفتقر إليك والواقف بين يديك أن تحفظنا في وطننا وفي ملكنا من بلاء الدنيا والآخرة، وأن تسترنا ستر أوليائك وأصفيائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.